10,000 زيارة يوميا لموقعك الإلكتروني أو مدونتك من بحث جوجل. لو حضرتك عندك مدونة أو موقع إلكتروني وحابب إنك تسرع الأرشفة وتظهر موقعك في محركات البحث بشكل سريع، فالفيديو ده مهم جدا لحضرتك، لأن من خلال شرح النهاردة يا شباب هتحصل على أفضل برنامج لجلب الزيارات لموقعك أو روابطك، سواء كانت روابط أفليت أو روابط خاصة بموقعك، وده بيكون بشكل تلقائي دون تدخل من حضرتك نهائيا. وباستخدام البرنامج ده يا شباب بنقدر ننوع الدول اللي جاي منها الزيارات زي ما حضراتكم شايفين، كمان كل الزيارات زيارات صالحه مفيش اي احتيال. الحاجه الجميله كمان يا شباب ان كل الاي بيهات اللي جاي لك منها الزيارات اي بيهات مختلفه، مفيش اي بي واحد متكرر. وزي ما حضرتك شايف كده لو جينا اليوزر اجنت كل الاجهزه مختلفه، كل زياره بتجي لك من جهاز مختلف، ودي بتكون زيارات صالحه 100%. لو سحبنا الشريط ده شويه كده يا شباب، هنا في خانه ريفلر يا شباب ده المحيل او الموقع اللي جاي لك منه الزياره. يعني على سبيل المثال يا شباب لو ضغطنا على الرابط ده مثلا كده بتفتح لك هنا تفاصيل الزياره زي ما حضرتك شايف، الدوله الولايات المتحده والنقرات نعم، وادي الرابط الافليت، وادي الاي بي واليوزر اجنت زي ما حضرتك شايف، وفي النهايه هنا ده الرابط اللي جاي لك منه الزياره. لو خدنا الرابط ده نسخ ودخلنا على جوجل من هنا واضفنا الرابط زي ما حضراتكم شايفين صفحه من جوجل، ودي الصفحه اللي جابت الزياره نفسها. يعني كل رابط من دول حضرتك جات لك منه زياره، وكل رابط من اللي حضرتك شايفهم دول ده عباره عن رابط من صفحه من جوجل. اي رابط من دول يا شباب بنضغط عليه بيفتح لك تفاصيل الزياره، وكده حضرتك بتكون حصلت على زيارات صالحه 100%. وده يا شباب موقع انا بعمل له زيارات من خلال البرنامج اللي هنشرحه مع بعض في فيديو النهارده، وزي ما حضراتكم شايفين كل الزيارات صالحه ومن دول اجنبيه ودول مختلفه، وحضرتك بتقدر تتحكم في كل ده بكل سهوله من داخل البرنامج. علشان كده يا شباب اهم حاجه في الموضوع ان حضرتك تتابع معايا الفيديو للنهايه وما تضيعش ثانيه واحده من الفيديو ده، علشان تقدر تظبط اعدادات البرنامج بشكل صحيح وما يحصلش معاك اي مشاكل. ودلوقتي يا شباب علشان ما اطولش على حضراتكم في المقدمه اكتر من كده، يلا بينا نبدا الشرح على بركه الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حمزاوي، ودي قناه نت بروفيت، قناه متخصصه في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل يوم. ولو حضرتك حسيت انك استفدت من الفيديو النهارده ومن البرنامج يا ريت تدعمنا بلايك وشير علشان الفيديو يوصل لغيرك ويستفيد. طبعا يا شباب وكالعاده اي روابط بنذكرها في الشرح بتكون موجوده في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. بعد ما بتضغط على الرابط بينقلك على الموقع الرسمي للبرنامج بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. حضرتك هتضغط على داونلود من هنا، هتلاقي ان الملف اتحمل عندك وبيكون كملف مضغوط. طبعا مطلوب انك تفك عنه الضغط في البدايه، باسورد فك الضغط هتلاقيه موجود في الديسكريبشن مع رابط الموقع، هتضيف الباسورد وهيتم استخراج الملف مع حضرتك. ده بيكون شكل الملف يا شباب بعد فك الضغط. بنضغط كليك يمين وبنضغط على اوبن، ودي بتكون الاداه. وطبعا يا شباب احنا كنا شرحنا طريقه التثبيت في فيديو سابق، هسيب لك رابط الفيديو في الديسكريبشن علشان لو حصل معاك اي مشكله في طريقه التثبيت او في اي مشكله في البرنامج تقدر ترجع للفيديو ده، لان فيه معلومات كتيره جدا عن البرنامج. دي ايقونه البرنامج يا شباب اللي هنبدا نستخدمه، وهنضغط عليه كليك يمين، وبعد كده هنضغط على ران، وبعد كده هنضغط على اس. بيفتح البرنامج بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طبعا البرنامج لما بيفتح معاك في البدايه بيكون هنا فاضي مفيش اي حاجه خالص. دي حملة أنا كنت عاملها للرابط اللي قدام حضراتكم ده، واللي عرضنا إحصائياته في بداية الفيديو. دي كانت نتيجة الحملة الأولى اللي عملناها على البرنامج زي ما حضرتك شايف هنا كده. وبما إن البرنامج بيديلك يوميا 10,000 زيارة، أنا طلبت للرابط ده 1000 زيارة فقط، فهنا هتلاقي متاح إنك تعمل 9,000 زيارة من ال 10,000 زيارة بتوعك اللي هما متاحة يوميا على الموقع. طبعا عشان تضيف أول رابط لحضرتك هتضغط على أد سايت من هنا زي ما حضرتك شايف، هو بيقول لك واحد من أصل 10، يعني تقدر تضيف 10 الروابط. فهنضغط على اد سايت، بتفتح مع حضرتك النافذه دي. في المربع ده حضرتك بتضيف رابط الموقع او رابط المقاله او رابط الافيليت بتاعك، اي رابط حضرتك عايز تحصل من خلاله على زيارات هتضيف الرابط في المكان ده. بعد كده في المكان ده بتضيف عدد الزيارات اللي حضرتك محتاجها، واقصى عدد ممكن تضيفه للرابط الواحد هو 4,000. فانا دايما بطلب 1000 زياره وبعد كده بكرر العمليه تاني، وهقول لك ازاي دلوقتي تكرر العمليه اكتر من مره لنفس الرابط بنقرة واحدة. يبقى قلنا في البداية هنضيف رابط الموقع، وبعد كده هنضيف عدد الزيارات، وهنا بتحدد المدة للزيارة، يعني مثلا من 10 ثواني
الى 30 ثانيه، وده بيكون حسب احتياجك. يعني لو حضرتك بتعتمد على مده الزياره بتقدر ترفع مده الزياره زي ما انت عايز. طبعا هنا انا كتبت له من 10 ثواني ل 30 ثانيه فقط، علشان بس انا كده كده مش محتاج مده معينه للزياره، انا محتاج ان اقرا فقط، ودي هتختلف من شخص لاخر. وحاجه ثانيه عايز اقولها لحضرتك، انك كل ما بتزيد مده الزياره كل ما عدد الزيارات بيتاخر والبرنامج بيطول، فحاول ان انت تخلي مده الزياره مناسبه. يعني بعد ما اضفنا الرابط وعدد الزيارات ومده الزياره في المكان ده، اول حاجه يا شباب بنضغط على ترافيك سورس من هنا، ومن المكان ده او من النافذه دي بتقدر حضرتك تختار الكلمات المفتاحيه وكمان بتختار مصدر الزيارات. هنضغط على انيبل ترافيك سورس، وبعد كده هنضغط على المربع اللي هنا ده، بتظهر لك هنا انواع مصادر الزيارات. انا دايما بختار جوجل كيورد لان هو الافضل، وممكن تختار بينج او اي متصفح تاني، ولكن احنا خلينا على جوجل كيورد. وفي المربع ده بنضيف الكلمه المفتاحيه، طبعا هنا النسخ واللصق بيكون عن طريق الكيبورد كنترول في. بعد ما اضفت الكلمه المفتاحيه بضيف هنا في المربع الاخير ده النسبه اللي انا عايزها من الزيارات بالكلمة المفتاحية دي. يعني مثلا أنا عايز 10% بالكلمة دي من الزيارات الإجمالي اللي أنا طلبتها، فهضيف النسبة هنا وهضغط على آد. زي ما حضرتك شايف بتضاف أول كلمة رافت أونلاين مثلا، دي هيجيلك منها 10%. طبعا مطلوب منك إنك تخليهم 100%، يعني على سبيل المثال لو أنا هعتبر نفسي إن أنا عملت كلمات مفتاحية مختلفة وأضغط على آد 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 آد، كده أنا أضفت 10 كلمات مفتاحية زي ما حضراتكم شايفين. طبعا أنت بتضيفهم مختلفين، أنا بختصر بس عشان وقت الفيديو والشرح. حضرتك بتضيف ال10 كلمات بتوعك وبعد كده بتضغط على اوكي من هنا، كده خلاص الكلمات المفتاحيه اتضافت. بعد كده بنضغط على سوب باج فيزيت من هنا الخيار الثاني، وهنا حضرتك بنضغط على انيبل سوب باج. لو حضرتك مش متعلم عليها بنعلم عليها هنا انيبل. هنا بيقول لك عدد الزيارات من كل اي بي حضرتك عايزها تكون قد ايه، انا دايما بقول له من 1 ل 3. لو حضرتك مش عايز اي بيهات متكرره فهتخلي الزياره واحده بس، يعني من 1 ل 1 زياره، كده مفيش اي بيهات هتتكرر معاك. دي طبعا مده الزياره اللي احنا عيناها في البدايه. وبعد كده بننزل على الخيارات اللي تحت ده يا شباب. هنا لو حضرتك عايز النقره تكون على الرابط تلقائيا بتختار اول خيار، ولكن الخيار الثاني ده بيكون افضل يا شباب لانه بيسمح للبرنامج انه ينقر على روابط اخرى داخل المدونه او داخل الموقع بتاعك. يعني الموضوع ما بيكونش مختصر على الرابط الرئيسي اللي حضرتك اضفته في الاداه، البرنامج بيقدر يتنقل داخل المدونه بتاعتك ويضغط على اي روابط موجوده داخل الموقع. بعد ما خلصنا الجزء ده بنضغط على اوكي. تيجي بعد كده بتضغط على الخيار رقم 4 ترافيك بلاتفورم علشان نحدد انواع الاجهزه ونظبط انواع الاجهزه والمتصفحات من خلال النافذه اللي حضرتك شايفها دي. هنا الشريط ده بتقدر تحركه، ممكن نخليه في النص كده علشان نخلي الزيارات 50% من الموبايل و 50% من الكمبيوتر. وبعد كده بنضغط على الرابط اللي حضرتك شايفه علشان نبدا نختار انواع المتصفحات. هنا لو جينا في المكان ده يا شباب بتلاقي فيه خيارين، خيار للكمبيوتر والخيار الثاني للموبايل، فخلينا في البدايه على الكمبيوتر. لو جينا هنا مثلا ضغطنا على السهم ده، دي انواع المتصفحات اللي حضرتك ممكن تستخدمها على الكمبيوتر. فلو جينا في اول حاجه اخترنا المجموعه دي، مجموعه المتصفحات دي، وهنا بنخليه مثلا 10% وبنضغط على اد. زي ما حضرتك شايف كده في 10% من الزيارات هيجوا من خلال المتصفحات اللي حضرتك شايفها دي. مره ثانيه نغير المتصفحات، ممكن مثلا نختار المتصفح الثاني ده، وبعد كده برده النسبه بتكون مثلا 10%، او حضرتك تحدد النسبه دي حسب احتياجك. وبعد كده بنضغط على اد، ادي المتصفح الثاني اتضاف. مرة تالتة هنضغط على متصفح فايرفوكس، بنضغط على اد زي ما حضراتكم شايفين كده اتضافت. المفروض ان احنا بنخليهم هنا 50% من الكمبيوتر، احنا كده لحد دلوقتي 30% بس. بعد كده نختار الخيار الاخير ده يا شباب، وممكن نقول له ده خليه 20% علشان يكتمل معانا كده 50% من الكمبيوتر. هننزل مرة تانية نضغط في المكان ده وهنختار المرة دي الموبايل، كده احنا اخترنا الموبايل. اول حاجة ظهرت لك اندرويد، هنا انواع الاجهزة والمتصفحات. في الخيار الاول اندرويد وهنخليه مثلا 20% ونضغط على اد. بعد كده هنختار ايفون ونخليه برضه 20% ونضغط على اد. وفي النهايه هنختار ايباد نخليه 10% لان هو مش هيسمح باكتر من كده، لان احنا كده خلاص تخطينا العدد، ونضغط على اد، كده اكتملوا 100%. بعد ما بتخلص اي نافذه بتضغط على اوكي في النهايه، زي ما حضرتك شايف كده انابل بلاتفورم واتسيفت معانا. هنا بوب اب ده لو حضرتك عندك اعلانات على الموقع، طبعا بعيدا عن اعلانات جوجل ادسنس، وانا ما بنصحش انك تستخدم البرنامج ده مع جوجل ادسنس، انت ممكن تستخدمه مع بدائل ادسنس. لو عندك بديل ادسنس وحضرتك ضايف اعلانات بنضغط على انيبل بوب اب وبتضغط على اوكي. هو كده بينقر نقره واحده على الاعلان بمجرد دخوله للصفحه، وبتقدر حضرتك تستفيد من بدائل ادسنس. بعد كده بنضغط على ترافيك ريجوين من هنا، وده اختيار مهم جدا يا شباب، ودي هنا الدول اللي هيجي لك منها الزيارات.
فتقدر تسيب الأداة تختار الدول. لو سبت الخيار الأول ده كده متعلم عليه زي ما هو، الأداة بنفسها هتختار لك الدول تلقائيا. ولكن لو حضرتك عايز تحدد بنفسك بنختار الخيار الثاني، بتفتح لك المربعات اللي حضرتك شايفها دي علشان تقدر تعلم على الدول اللي حضرتك محتاجها، ومن هنا تقدر تختار القارة بأكملها، يعني أمريكا، أوروبا، آسيا، أفريقيا، زي ما حضرتك شايف تقدر تختار القارة من فوق من هنا أو من القائمة اللي على اليمين. فعلى سبيل المثال لو أنا هختار أمريكا بالكامل، زي ما حضرتك شايف القارة هتشتغل معايا، قارة أوروبا برضه نفس الكلام، وممكن تحدد دول معينة بنفسك زي ما أنت عايز كده بإيدك، وبعد كده بتضغط على أوكي. بعد ما بنظبط الأربع إعدادات اللي إحنا عملناهم دول، بتضغط على أوكي من هنا وبتلاقي الحملة اشتغلت معاك تلقائيًا. ولكن طبعا انا مش هشغل الحمله دي لان انا ما ظبطتش الاعدادات، انا كنت بس بشرح لحضرتك. لو حضرتك وقفت على اي حاجه هتقدر ترجع للفيديو اللي موجود في الديسكريبشن اسفل هذا الفيديو، هتلاقي فيه شرح كامل للبرنامج تفصيلي ومفيش اي نقطه متخطينها داخل البرنامج. طبعا زي ما قلنا بعد ما حضرتك بتضغط على اوكي بتلاقي ان الحمله شغاله معاك. دي حمله انا كنت عاملها قبل كده وموقفها، فهنضغط على ستارت من هنا هتبدا الحمله زي ما حضرتك شايف كده اونلاين، ودي نفس الموقع اللي احنا عرضنا احصائياته في بدايه الموضوع. زي ما حضرتك شايفين في زيارات، ثلاث زيارات ظهروا دلوقتي تاريخ النهارده 22/8 لو حضرتك لاحظت التاريخ هنا، والزيارات متنوعه، الولايات المتحده وادي فرنسا وادي يونايتد كينجدوم. زي ما حضرتك شايف اخر ثلاث زيارات دول حالا دلوقتي من البرنامج، دي حمله جديده. لو حضرتك هتظبط نفس الاعدادات ديت على رابط ثاني فالموضوع سهل جدا، مش هتحتاج انك تعمل كل اللي احنا عملناه ده مره تانية. انت كل اللي عليك هتضغط على اكسبورت من هنا، وهتيجي فوق في المكان ده هتضغط على كوبي، كده انت نسخت الكود الخاص بالحمله. بعد كده كنسل من هنا، وهنيجي نضغط على اد سايت، هتيجي في اخر خيار ده امبورت سيتنج هتضغط عليه، وهنيجي في المكان ده في المربع ده هنضغط على كنترول في، هيتضاف معانا الكود في المكان ده، هنضغط على اوكي، وبعد كده هنضغط على اوكي مره تانية. زي ما حضرتك شايف اتضافت نفس الحمله مره تانية، قررت وهتبدا تشتغل مع الحمله الاولى، وتقدر تعمل الموضوع ده 10 مرات زي ما حضرتك شايف هنا بيقول لك كده انت عملت اد سايت 2 بس من 10، عندك 8000 زياره تقدر تاخدهم، يعني حضرتك تقدر تضيف 8 روابط مره اخرى. طيب لو حبيت انك تعدل على الرابط ده او تغير الرابط هنضغط على السيتنج من هنا، وتفتح لك نافذه الاعداد. نقدر نشيل الرابط ده لو هنشتغل على نفس الاعدادات ونضيف رابط تاني يكون ليه علاقه بالموضوع، فكل اللي هتعمله هتضيف الرابط الجديد بتاع حضرتك مكان الرابط ده، وهتضغط على اوكي، هتبدا الحمله تشتغل معاك مفيش اي مشكله. زي ما حضراتكم شايفين كده الدول مختلفه والاي بي هات مختلفه. كده لو عملنا ريفرش تاني للصفحه، ادي كانت اخر زياره من البرازيل، اصبح في ثلاث زيارات تاني في خلال بس ان احنا عملنا ريفرش للصفحه. طبعا برنامج جميل جدا شباب ورهيب، والمميز في البرنامج ان كل الزيارات بتكون صالحه، كل الزيارات بتكون من ايبيهات مختلفه، زائد ان كل الزيارات جايه لك من صفحات على جوجل. لو سحبنا الشريط ده كده يمين شويه كده يا شباب، اولا هتلاقي كل الايبيهات مختلفه هنا، مفيش اي بي متكرر. انواع الاجهزه برضو مختلفه، مفيش اجهزه متكرره كتير، زائد ان كل الروابط دي روابط لصفحات جوجل، يعني حضرتك الزيارات جايه لك من بحث جوجل. لو ضغطت على اي رابط كده بتفتح لك النافذه اللي حضرتك شايفها دي على اليمين، ودي نافذه لتفاصيل زياره، وفي النهايه هنا بيكون في رابط، الرابط ده بيكون هو الرابط اللي جاي لك منه الزياره، او رابط الصفحه على جوجل جاي لك منه الزياره. لو نسخنا الرابط ده كده دخلنا على اي متصفح اضفنا الرابط، زي ما حضراتكم شايفين كده الزياره جايه من صفحه على جوجل، ولو لاحظت هتلاقي الموقع اللي انا بعمل له الزيارات كمان موجود في نفس الصفحه، يعني الموقع اللي انا بستخدمه دلوقتي او الرابط اللي انا بستخدمه دلوقتي في عمل الزيارات هو رابط الموقع اللي حضرتك شايفه ده موجود على نفس الصفحه اللي جاي منها الزياره، يعني كده مفيش اي شك في الموضوع ولا في اي مشكله مع جوجل في الزيارات دي. وفي النهايه بكرر لحضراتكم مره ثانيه، بلاش نستخدم البرنامج ده مع جوجل ادسنس، ممكن نستخدمه مع بدائل جوجل بكل سهوله، وزي ما حضرتك شايف كل الزيارات صالحه وكل الزيارات ناجحه. نرجع للبرنامج، زي ما حضراتكم شايفين كده حملتين شغالين في نفس الوقت لنفس الرابط. بنضغط على سيتنج من هنا وبندخل نعدل على الاعدادات. لو حبيت انك تعمل ستوب للحمله بتضغط على كلمه ستوب، وبعد كده اوكي، كده خلاص الحمله توقفت. عايز تشغلها تاني بنضغط على ستارت وترجع تشتغل اونلاين مره تانيه. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه شرح النهارده، يا ريت لو عجبك الموضوع ما تنساش تدعمنا بلايك وشير علشان يوصل لغيرك ويستفيد، ولو حضرتك قابلت اي مشكله اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك فورا. وما تنساش ان في فيديو سابق شرحنا فيه البرنامج بالتفصيل، هسيب لك الفيديو ده في الديسكريبشن مع رابط البرنامج، وانتظرني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله علشان هنشرح نفس الطريقه من على الموبايل. شكرا ليكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناه نت بروفيت.